السلام عليكم ورحمة الله، ومعكم سي أو سي راي مقطع تحديات جديد، وللأسف بيكون آخر مقطع تحديات في القناة. 4 سيزونات وأنا أشرح التحديات، وتسليت كثير بهالشيء وفخور إني كنت الأفضل في المجال، بس حاليا جا الوقت إني أغير في محتوى القناة وأنزل أشياء جديدة، وناوي أسوي مقاطع ألعاب وتختيم وأرجع أركز على جيم بلاي فورتنايت. ولو عندكم أي اقتراح بتقدروا تراسلوني على تويتر ورابط في الوصف. في يب من السيزون الجاي راح أوقف شرح التحديات والفورت بايت وغيره، وراح أبدأ بالمحتوى الجديد. واليوم بشوف شرح كامل لكل التحديات، وللاسف ما في نجم سري هالاسبوع. لو حاب تدعمني في شرفنا ويحفزني انك تستخدم كودي في الايتم شوب سيو اس اي او. اخليكم مع المقطع ومشاهده ممتعه. التحدي الاول اليوم واحد من اسهل التحديات بس يحتاج شوية حظ. قم باستخدام قنبلة القصف الجوي 3 مرات في ايام مختلفة. الغرض الجديد هو القنبلة الذهبية هذه، المطلوب منك انك تلاقيها وتستخدمها مرة واحدة في 3 أيام مختلفة. ادخل جيم واستخدم القنبلة، وادخل جيم ثاني وثالث وسوي نفس الشيء بالضبط، وراح ينحسب لك التحدي. التحدي الثاني تحدي تدميج، وبيكون كمان سهل كثير. قم بإحدى ضربة مجموعة 500 على لاعبين ضدك باستخدام اسلحة الشوتجن. الاسلحة هذه الكل يستخدمها ويوصل الدمج فيها ل 200. لو كنت بلعب متوسط بتقدر تخلص التحدي في جيم واحد او في جيمين. واسلحة الشوتجن هي الدرام شوتجن الجديد، التكتيكال شوتجن، البومب الاسطوري، واخيرا الكومبات الاو بي، واتوقع بيشيلوه في السيزون العاشر، مجرد توقع لانه مره قوي. المهم يشيل اي واحد من الاسلحه ودمج مجموع 500 في جيم واحد او في اكثر من جيم وتكون خلصت التحدي. التحدي الثالث تحدي سهل كثير، قم بفتح 7 صناديق ذخيره او رصاص في جيم واحد فقط. وهنا خلني اقترح لك افضل مكان او مكان حلو باختصار، وهو مدينه سنوبي شورز. لو كانت بعيدة عن الباص فاحتمال كبير ان ما حد ينزل هنا. انزل واحد من البيتين الموجودين على الاطراف بتلاقي كمية كبيرة من صناديق الرصاص. لو لقيت وفتحت 7 صناديق رصاص في جيم واحد فراح ينحسب لك التحدي. التحدي الرابع كمان تحدي سهل، قم بزيارة 5 لوحات تحذير مختلفة في نيو تلتد او في مينجا مول او في البركان. لوحات التحذير موجودة بشكل كبير وتقدر تخلصهم من مدينة واحدة وفي جيم واحد. انصحك تنزل مدينة ميجا مول او البركان وراح تلاقي اللوحات اللي تتغير وتطلع فيها علامة المثلث الاحمر. قرب من اي لوحة من هالنوع وراح ينحسب لك نقطة. ولو انك قربت من 5 لوحات مختلفة في تلتد او ميجا مول او البركان في جيم واحد او في اكثر من جيم، واتوقع بيكون سهل انك تخلصهم في جيم واحد، بتكون خلصت التحدي. التحدي الخامس تحدي مراحل من 3 مراحل بالضبط. وعيد مرة ثانية الاسبوع الاخير واحد من اسهل الاسابيع، وفي المرحلة الاولى قم بتجميع 100 من الخشب في سفينة القراصنة او سفينة الفايكنج. 100 خشب شيء بسيط بثواني تجمع، فلو جمعت 100 خشب في سفينة الفايكنج او سفينة القراصنة بتكون خلصت اول مرحلة. ويفتح لك المرحلة الثانية، قم بتجميع 100 من الحجر في الشوكة والسكين او في المظلة. الشوكة والسكين هي منطقة حجرية على شكل شوكة وسكين موجودة قريب من مزرعة فتال، والمظلة هي كمان منطقة حجرية قريبة من ذا بلوك. انزل لأي وحدة وجمع 100 حجر وبتخلص المرحلة الثانية. وبيفتح لك المرحلة الثالثة والأخيرة، قم بتجميع 100 من الحديد في مصنع الروبوت. مصنع الروبوت اللي اتوقع هو منطقة البركان لأنهم يبنون روبوت عملاق هناك، لذا انزل وجمع 100 حديد. ولو صار اي شيء او اي تغيير تأكد انك تقرأ الكومنت مثبت. التحدي السادس تحدي القتل، وهنا لازم تقتل 3 لاعبين في جيم واحد او في اكثر من جيم في بارادايس او في بليزنت بارك. ما في شرح كثير هنا، واختار لك اكثر الاماكن اللي عليها الزحمة. اذا ايوه انزل لواحد من هالخريطتين بليزنت بارك او بارادايس، اقتل 3 وخلص التحدي. التحدي السابع والاخير وبيكون اخر تحدي اشرحه في القناة. لا تنسوا زر لايك على المقطع، وشكرا شكرا شكرا للناس اللي ما قصروا ودعموني بشكل كبير وهم يستخدموا كود المتجر. والتحدي السابع قم بتدميج او وحده ضرب مجموع 200 على اللاعبين باستخدام الفاس. لو تدخل لطول تيم رامبل هو الشيء اللي انا انصح فيه، فراح تخلص التحدي بثواني. انزل على اي لاعب ودمج بالفاس على طول، بتحتاج 10 ضربات عشان نجمع 200 دمج. او ممكن تدخل لجيم عادي والحق اي لاعب او دنعمله بالفاس. او في حركه حلوه انك تنتظر الباص لين اخر شيء بتلاقي لاعبين ناسين انهم في الجيم اصلا وتقدر تدمجهم بالفاس. يعني باختصار تحدي سهل وعادة تخلصه في جيم واحد او في اكثر من جيم. وهذا مقطع اليوم، اشتركوا فعل الجرس عشان ما يفوتك المحتوى الجديد. لو عندكم افكار او اقتراحات بتلاقوا تويتر في الوصف. اشوفكم المقاطع الجايه ومع السلامه.